جهاز الرياضة للقوات المسلحة، تاريخ من الإنجازات ومسيرة نجاح وأهداف وطنية طموحة. So special, so amazing. We worked so hard, so hard for this. I'm so happy, I'm so happy! بالروح الرياضية المصرية الملهمة، بيستمر الأبطال الرياضيين من أبناء القوات المسلحة في تمثيل بلدنا بكل فخر وعزة وشغفهم الدائم لتحقيق الإنجازات العظيمة. أبطال بيتحدوا الصعب وبيتغلبوا على كل العقبات عشان يحققوا الفوز ويحصدوا الميداليات الذهبية، وهم دول الأبطال الحقيقيين اللي بيثبتوا دايماً إن بالإرادة والتحدي يقدروا يحققوا المستحيل. رفعنا غاية بلدنا في المحافل الدولية وصلنا 23 ميدالية أولمبية. الأبطال دول بيمثلوا كل ما هو عظيم في الرياضة وما بياخدوش من الصعب إلا الإلهام، وما فيش حاجة بتوقفهم عن التدريب الشاق إلا تحقيق النجاحات العظيمة عشان يرفعوا علم مصر. واستمر النجاح في رحلة الكفاح بالعزم والإصرار، حملناك الأمانة تكمل المشوار. الرياضة مثلها قوية، والمدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية حلم حقيقة ما بيبقى حقيقة. أبطالنا الرياضيين من أبناء القوات المسلحة رمز الصمود والشجاعة والإصرار، وهم الأمل اللي بيخلينا نشعر بالفخر والاعتزاز بوطننا العظيم. وهنفضل على طريق النجاح والتفوق على خريطة الرياضة العالمية. جهاز الرياضة للقوات المسلحة، قوة، عزيمة، تحدي.